بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة في وفاة الأميرة للا لطيفة رحم حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة